هذا كله زي ما ذكرت سابقا مرتبط في الركوب، انت بتقاود الحصان للركوب، فاي شيء قاعد تسويه في الجود سينطبق على الحصان في الركوب. فلما تعود الحصان على انه خلاص ما يقدر ينطلق عنك فيقرب منك زياده ويستغل الشيء ذا عليك، بكره بيسويه في الركوب اذا ما يقدر ينطلق يبالغ في الرجوع للنام والتفدي ويستغل الشيء ذا عليك، يحرن يكن يشن يطيح عليك يقمص الى اخره. فاي شيء يستطيع فعله بالجود بيسويه في الركوب، فانت مو بدون انك قاعد تعاند او بس تستقعد له، قدر ما انك لازم تعلم ان اي شيء بيني وبينك في الجود انا اقرمه بانت، ولو اختلفنا يصير اللي انا ابغاه مو باللي انت تبغاه، عشان لما نركب هاللي بيصير. زي الخيل لما تركب سوا، اذا مثلا الناس كثير راكبين ورا بعض الخيل ماشي بعض، حصانك يمشي مع الخيل، اذا هذبت يخبط اذا خبط يوقف اذا وقف، استفدنا وين شطارتك انت، وين قيادتك انت. الشطاره انك لما تركب مع الخيل تمشي حصان وراها اذا بغى يمشي قدامها، وتمشي قدامها اذا بغى يمشي وراها، وتمشي وسطها اذا رفض يمشي وسطها، هنا انت متحكم. اما ان الخيل تمشي انت شكل فوقه فقط، فطبيعي يحوسك في الجود اذا كان يحوسك في الركوب ايضا كذا.